كم كوتي ولباس بحالك وش مزيان تدادو ومهم اشنو فيديو جديد اخوتي غبرنا عليكم السيمانه اخوتي اللي فاتت حيت كان داك الشيء وقع في المغرب اخوتي ديال الزنزال اللي وقع كنا باغي نحطوا الفيديو اخوتي نهار السبت اللي فات ساعه ما كتبش وقع داك المشكل قلت ناسي بلاش هي ما كانش عندها الخاطر لا تصور لا والو داك الشيء اللي وقع وصافي يلا اليوم صورنا ونحطوا لكم نهار السبت هادشي اللي كاين المهم اخوتي داك الشيء اللي وقع في الزنزال راه بقى فيا الحال وناسي حتى يوقع فيا الحال بزاف وبكاش كاع Yeah, I was so sad and I feel sorry for your people. And it's my people also now. Yes, and it was tough and to watch all the video and photos with all people, especially with kids. Yeah, it was too hard. So I feel sorry. We pray for Moroccan. Yeah. And I was all with you guys. كما شفتوا في العنوان ديال الفيديو داكشي اللي كنا درنا في المغرب ديك الحفله اللي درنا للناسيا درنا العمليه والناسيا بزاف ديال الناس كيطلبوني نحط الفيديو انا مازال والله مازال ما تفرجت فيه حيت داك الفيديوهات بزاف وكاينين معاك فهمتيني الناس ما عرفتش واش تبغي يبان في الفيو في يوتيوب ما غيبغيش يبان قلت بلاتي حتى نرجعوا نجلسوا نشوفوا حتى حنا والله مازال ما شفنا حنا غنشوفوا معكم الفيديو وغنرياكتيو معكم وديك الساعة غنحطو الفيديوهات اخوتي هادشي اللي كاين ما عليناش نعاود لكم دابا كيفاش وقع هادشي كان كيفاش كاك يطفسو بالله كاك لولا مصطفى انا رассказал мне як все буде и що це буде и мен трошки шок був що я должна робити да дайже тенеш ла транслейт плиз قلت لكم اخوتي انا ما كنتش ليها حيت انا كنت دويتها مع الوالدين ديالي وفهمتيني حنا في الاول فاش كنا مازال في اوكرانيا كنا زعما ناويين نجيبوا العائله ديال ناسيا ونديروا شي حفله كبيره بزاف ساعه شنو وقع اخوتي راكم عارفين بدات الحرب في اوكرانيا حنا مشينا من اوكرانيا الوالد ديال ناسيا راه في الحرب راه كيما الناس اللي كيتفرجوا شحال هادين راه عارفين الوالده ديالها ما تقدرش تجي حيت قالت لك هي بلا راجلها راه ما يمكنش تخرج من تما خاص ضروري يكون مع راجلها باش تجي وخوها حتى هو ما يمكنش يخرج من اوكرانيا حيت هو راجل فيه 18 عام ما عندوش الحق يخرج حيت في اي وقت يقدروا يعيطوا ليه للعسكر ما عليناش دويت مع الوالدين ديالي قلت لهم ها شنو كاين غنديروا صدقه نهار الاول فيها الرجال فيها الطلبه وقراو قران ونهار الثاني نديروا النهار ديال الحنه الناسيه نفرحوا بها شويه هادشي اللي درنا نهار الاول درنا الصداقه درنا الطلبه جاو الرجال جاو المهم العائله جاو العائله الناس اللي قراب ليا بزاف فهمتي ما عرضناش على الناس بزاف نهار الثاني درنا حتى هما عرضنا على الناس ديال العائله درنا نهار ديال الحنه الناسيه هادشي اللي غادي نوريكم في هاد الفيديو اخوتي نوريكم من الاول حتى الاخر وحتى حنا غنشوفوا معكم الفيديوهات حيت مازال ما شفناش راسنا في الفيديوهات ونرياكتيو معكم يلا بلا ما نطول عليكم يلا نبداو الفيديو يلا نبداو ما تنساوش لايك كومنتار بارتاجو وشنو وي ابوني بزاف قلت لكم ابوني بزاف بزاف ديال الناس اخوتي ما كيت ابوناو شي 70% كيتفرجوا ما كيت ابوناوش ما عليناش خليكم تفركوا على ابوني هي الاولى ونبداو الفيديو اخوتي ونشوفوا داكشي من الاول كيفاش طراو وشنو طراو كيفاش وداكشي يلا سباتشاتكو بيست سباتشاتكو ومن بعد يا كلاب حماري بكات حنا اجبل حاله اجبل حنا فوتو فيديو ما كاينش ام سوري جايز يو نو وات اي مين ما عليناش دابا اخوتي نوريكم داكشي كامل من الاول وكيفاش شاطرا حتى حنا غنرياكتو معكم حنا نكونوا الفوق والفيديو غيكون الوسط بيس ناسا جلابه فين غادا فين غادا مول الجلابه حمام شنو هي الحمام 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 هاديك الصحه والراحه شكرا تخرجي حمراء انت في خوذي الحمام كراسنا هكاك غنشوف السلام عليكم خوتي وبحالك واش مزيان مصطفى انا فرحانه علاش انا راضي للحمام انا راضي للحمام وانت انا ما نمشيش للحمام الصحه والراحه الحمام او شكرا Thank you.
الخير ليا. محمد الفاتح لما ألقى والخاتم لما سبق لنا ربي العزة أما الصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شبركم سعودي شعب الله يحفظوه ويبارك الله يحفظها إن شاء الله مرضي ومهدي الحمد لله. هذا الناس هذا الناس مشان طلبة 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 أنا قرأت القرآن поют эти религиозные эти песенки вот так. السلام عليكم. السلام عليكم. مدام خديجة لاباس. الحمد لله. الحمد لله. بخير. مبروك. شكرا. هذا هو الدليل. انا اخوتي الناس غدا يجيو وقضيه غدا تزها شويه. اذا ميت بالك هاج الشواق يا سيدي. ايما يا وعليهما سيدي مصطفى وأناستازيا. سيدي مصطفى وأناستازيا. أنا فناني دار الحب والغنى. هيا تجي باكاج دي بسوبولي انت باغي نفهم نص ما فهمه والو. شوف شوف الرصامين السعداويين باش يكون واحد الخليط رباني. الله يقضي الاغراض. الله يوفي المراد. الله يحقق لكم الرجاء. امين. لان سعاده المؤمن هي ان يزيد الزوجه الصالحه. والزوجة الصالحة كما قال الإسلام هي الأسرة الكاملة الأسرة المسلمة. وحنا في هذا الوقت وهذا الوقت الرهيب كنقلبوا على بحال هكا بغينا الله سبحانه وتعالى كل واحد وكل وحدة بغينا الله ييسر لهم ويقضي لهم الأغراض تيمنا بهذا الدعاء الله يوفقهم. آمين. ويعطيهم ما بغاو في خاطرهم ويسر لهم الأمور واللهم نبتهم نباتا حسنا أرزقهم ذرية صالحة ذرية مفلحة من توحد الله وتعبده ولا تشرك به شيئا. نعم الله يوسع عليه الرزق ديالو وبغينا الله سبحانه وتعالى تكون القصه ديالها عليه بالخير والبركه والتيسير وشي عتبه مباركه مسعوده في امان الله وحفظه. وصفقوا على هذا الشيء. امين 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 رب العالمين. اللهم بك في البلاد سيدي مصطفى كذلك بحال الجد ديالو حتى هي كيكون حتى هي خرجوا من الذريه ديال سيدي مصطفى المجاهدين الرصاميين الاوكرانيين. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ونعم الحمد لله رب العالمين. سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. والآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سيدي محمد إلا الله. Allah la 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 la
محمد رسول الله لا اله الا الله لا اله الا الله. صافي اخوتي هنايا الاخر ديال الطلبه غيتمو خازين غيخرجوا عاوتاني بالبلينها وديك الساعه ندوزو للنهار الثاني بعد دابا هو ورد دابا كندوي بزاف كنضحكوا بزاف تابعوا الصوم صافي اخوتي هنا سالا النهار ديال الطلبه قرينا القران دعاو معنا دابا ندوزو النهار الثاني البلبله الله الله